أنني صائم أفتعل المشاكل، أتكاسل، أطلق، أسب، أشتم، أضرب، أنفعل مباشرة فقط لأني صائم، أحمل الناس كل مشاكلي فقط لأني صائم، أضرب طفلي، أتأخر عن دوامي، ألغي مواعيد العمل، أتجاجر مع من حولي فقط بحجة أني صائم. وكأن الله فرض الصيام علينا من أجل افتعال الفوضى وشحن النفوس. يكثر عمل المحاكم في رمضان، والسبب أنا صائم. في العراق حالة طلاق كل 10 دقائق، في مصر حالة طلاق كل 4 دقائق. مؤخراً أصدر القضاء الشرعي في فلسطين منع تسجيل حالات الطلاق خلال شهر رمضان، لأن البعض يتخذ من نقص الطعام والتدخين سبباً لإثارة المشاكل. قال الرسول عليه السلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، والحديث في ذلك واضح تماماً. علينا أن نضفي على بيوتنا مزيداً من الرحمة والحب، فكسب القلوب أولى من كسب المواقف.